خال لازم تجي لهون بسرعة، آدم هلأ فاق وبده يحكي معك. دكتورة أصلي لساتها بالمزرعة؟ لساتها، المفروض أنه نخلص منها يعني. أحبسوها بس ولا تخلوها تشوفني، مفهوم؟ إيه ما تاكلها. صباح الخير يا أخرس. الزلمة تبعنا صحي ولا لا؟ قال إنه طلب لمعلم نامق. إيه هاد اللي عمله. إيه فرهاد وين؟ دخل قبل شوي مع عابدين. منيح، معناتها فايت استنى عند آدم. أنا ما حبيت جيم شينار ولا ارتحت له أبداً. اختصر عابدين. الرجال سمعته قوية بالشرطة، كل اللي هنيك بحبوه، وأخذ كذا جائزة، شاطر بشغله وما بيقصر أبداً. يعني هالرجال باختصار شرطي ذكي وبيعرف كيف يشتغل. إيه بس في خبر أسوأ من هاد. تفضل. تعرف إنه هالشرطي بيعرفوا ليجيت؟ حتى مبارح التقوا مرتين ببعض. على الأغلب عم يشتغلوا على قضية مشتركة. يعني الاثنين عم يلاحقونا ما؟ ايه اخيرا يجيت لقى واحد يعمل معلم عليه. لا وبعته لعنا كمان. المعلم وصل، تعال لعند الباب. أخي آدم قل لي اللابتوب وين؟ بترجاك أخي إنه تحكي، لازم تقل لي وين اللابتوب لحتى نكمل انتقامنا. رح دير بالي على عيلتك وربي ابنك كأنه ابني. في شرطي إجا